نحن بطرابلس عندنا ظروف خاصة كما يعرف يعني جميع الأصدقاء العرب، وأنه نحن بنعاني من وجود أزمة أمنية تتجدد بين كل يعني بين فترة زمنية قد تتراوح إلى شهر شهرين، ممكن تروح 3 أشهر وما يرجع يتجدد الوضع الأمني. بس نحن عندنا تحديات كثيرة على الأرض، خاصة أنه نحن نخرج كنا من الحرب الأهلية بلبنان عامة وبالشمال، لأنه نحن منطقة ممتدة على مساحة جغرافية كبيرة، وطرابلس هي المدينة الرئيسية الثانية بلبنان. فنحن عنا تحديات كتير، المجتمع المدني ناشط جدا بطرابلس على جميع الأصعدة والميادين، عندك هناك قطاع المرأة، قطاع المساعدات، قطاع الاجتماعي وحتى قطاع الثقافي. عندنا جمعيات لا تقوم بأي نشاط سوى النشاط الثقافي، طبعا هي بحاجة لدعم ميداني ولوجستي وحتى معنوي من قبل المؤسسات المحلية، نحن بنسميها البلدية. مبدئيا ما في نشاط بنقوم فيه خصوصا على الصعيد الثقافي او الاجتماعي او الاقتصادي كمان الا بيكون في حضور حتى ولو يعني اقل معنوي للبلديات، لاعضاء المجلس البلدي ولرئيس البلديه بشخصه المعنوي. يعني نحن كمان ميزه عندنا بطرابلس انه هي مقسمه الى 3 بلديات، يعني قد تنشط الواحده منا اكثر من الثانية بمحلات معينة حسب موقع الجغرافي وحسب التركيبة الاجتماعية اللي فيها. نحن عنا تحديات كتير، برجع بقول الإمكانيات البلدية قد ما كانت كبيرة، نحن بلديتنا كبيرة بطرابلس كمدينة وباتحاد بلديات طرابلس ك3 مدن لها 3 مجالس بلدية ومحلية. أكيد بالنسبة للتمويل، يعني نحن كمجتمع مدني بنحاول نجيب تمويل خارجي، بس بنفس الوقت أوقات كتير بدنا دعم اللوجستي، يعني بدنا معدات ما هي موجودة إلا عند البلدية، يمكن حتى عند البلدية أوقات ما نلاقيها، يمكن يكون في ظروف طارئة تمنعنا نحن وتمنع البلدية من أنها تتجاوب معنا. بس يعني موضوع خاص، يعني نوصل إلى صيغة معينة تقريبا، نوصل إلى صيغة معينة بالنهاية تنقدر يعني بأقل الخسائر الممكنة أو بأقل قدر من التعاون. ممكن نحن كان عنا بطرابلس من خلال الحرب اللبنانية اسمه المجلس الوطني للعمل الاجتماعي، وهو كان هيئات تعاونية مستمرة بين البلدية وبين المجتمع المدني الأهلي، كنا نسميه أهلي ما كنا نسميه مدني. خلال الحرب اللبنانية اللي كانت تشهد طرابلس كمان جولات خلالها، بس كانت الفرق أنها كانت بكل لبنان، قدروا الشباب بهذيك الفترة اللي يمكن هلأ هني جيل أبائنا، قدروا يعملوا كتير إنجازات على صعيد تقريب وجهات النظر، تقريب المسافات المعنوية بين المجتمع المدني وبين المؤسسات البلدية المحلية. المنتدى اللي اليوم عم نشارك فيه كان أداة لعرض الخبرات وتبادل الأفكار، يعني نحن عنا أفكار كتير، بس بيضل كمان لما بيجي حدا متخصص أو حتى عنده تجربة ميدانية، ربما أنه هي بتجربة قروية بس ممكن كتير أنه نقدر نعملها بطرابلس كمدينة. يعني بالنهاية طرابلس ليست مدينة كبيرة مثل بيروت أو مثل القاهرة أو مثل غيرها من المدن. أكيد تبادل الخبرات والأفكار كتير كتير مهم، وبناء علاقة، وخاصة أنا بعتقد أنه أهم شيء بيرجع الواحد بيحيي هي المجالس المختلطة بين البلدية والمجتمع المدني.